حقيقة صراع الناس ووضع المظلة تحت الإسلام. الإسلام مش محتاج صراع من حد أبدا. رب العزة سبحانه وتعالى الذي يعطي بمنتهى القوة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في أكثر من هذا مشيئة؟ الله عندما خلق الإنسان زوده بآليات أن يكون بها مستخلف في الأرض. هو لم يستخلف ملائكة، وحتى الملائكة عندما أخبرهم الحق سبحانه وتعالى أنه سيخلق إنسان ويستخلفه في الأرض، فكأن الملائكة توقعت ما سيحدث. أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح له؟ هم فضل يوصفوا في نفسه من يعني أنهم نوران، هم مخلوقات نورانية لا تعرف معصية ولا تعرف خطيئة. فباءت الملائكة مندهشة كيف سيخلق إنسان ويعمل كل هذه الأوزار. هنا يسور سؤال، هل كان في قبل أبونا آدم كان في أوادم أخرى فعلت ما ذكرته الملائكة أمام الله عندما أخبرهم بأنه سيوجد آدم؟ الحقيقة يعني في آراء كثيرة حول صحيح. هذا الأمر، حتى أن القرطبي يقول لك كان في 8 أوادم. أنا مستغرب الحقيقة القرطبي جابهم 8 منين، لكن الذي نخرج من هذه الخلافات أن كان في مخلوقات غير ذرية آدم فعلت ما أخبرت به الملائكة عندما أخبرهم الحق سبحانه وتعالى أنه سيوجد أبونا آدم. صحيح. إذن هذا الصراع كان ملازما منذ أن وجد آدم وبشر بها الحق، وبشرت الملائكة بما سيكون من آدم وذريته. قضية يعني قديمة منذ أن وجدت هذه الفصيلة الإنسانية. المشكلة أن بني آدم بعد ذلك تعاملوا مع الدين كأنه التجارة الرابحة، ينالوا بطريقها كل ما يشاءون، عداء، مودة، سياسة، حكم، أي حاجة. يعني أخذوا من مظلة الدين كثير من الأمور، صدقوا فيها أم لم يصدقوا، لكنها كانت مظلة لادعاءات كثيرة عبر تاريخ البشرية في الماضي وفي الحاضر. صحيح.